صدق الله مولانا العظيم. شكرا سي تاهي على هذه البيانات اللي عطيت. مباشره نجلس ان شاء الله باش العمليين لمجموعه من الكلمات اللي تلقى ان شاء الله. من بعد نشكي الاول الحضور كلش باش تجي المناقشه في الموضوعات اللي في المجالس. اذا كلمات السيد جمعية النووية لأمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهذا أرحب بالحضور الكريم السادة الرؤساء وممثلي جمعية النووية لأمن، السيدات والسادة الحضور الكريم، السيد المحترم رئيس جامعة الترابية لأمن، السيد رائد الممثل. بداية أرحب بكم في هذا اللقاء التواصلي الذي تنظمه اتحاد جمعية ثانوية أمن مشروع التدمير المستقل للنفايات المنزلية لدواوين أمن. غنلبس إشكالية ديال النفايات اللي كيعيش فيها المنطقة ديالنا إشكالية كبيرة وعندها أضرار لداي لإعادتها. كل شيء كيعرف الأضرار ديال الأزبال والنفايات، لأن الاتحاد درنا واحد لجنة خاصة لمتابعة هذا المشروع ديال تدمير النفايات اللي كيطرسو السيد المحترم السي عبد الباهي. يعطي كلمة بعدين إن شاء الله بعد إحدى المراحل بالنسبة للاتحاد. كذلك هذا المشروع اللي تم تبنيناه بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وكذلك بشراكة مع جماعة الترابية الكاملة، وكذلك بتوقيع اتفاقية مع جامعة مدير الصحي الأرض لمواكبة المشروع. الحمد لله المشروع قطع شهر المراحل، معليش نحاول ندخل في الحياة في لي ديتاي غادي في السباهي ولا ندخل الاخوان. الا ملاحظه اللي عندي ان المرحله الاخيره كان الحقيقه ما نجحتش، والسبب ديالها هي عزوف الساكنه على الحضور في هذيك الحمله التحسيسيه اللي تقام في هذا الاطار. اذا الهدف ديالنا الاخوان ايها الحضور الكريم، الهدف ديالنا من هذا اللقاء التواصلي باش نعرفوا كاملين ونهضروا بصراحه، وغادي نكون الكلمه ديال ملخصه جدا باش نخلي الاخوان وخليهم يعني خلاص. الجمعيات كنهضروا على الساكنه ديال الضواوي ديال الامن كيتحملوا معنا المسؤوليه ديال النفايات، سواء الرؤساء ولا الكبير النفايات. هذا هو اللي كاين على جد الاخوان. مره اخرى نروحوا نحكيو الحضور الكريم انه التزمنا الرشاش مضافه ان شاء الله في لقاءات اخرى في مسلمه مشاريع اخرى ان شاء الله. السلام وبركاته ايها الحضور الكريم، حضرات السيدات والساده، باسم اتحاد الجمعيه التنمويه لامن تفاوت يطيب لي في بادئ الامر ان اتقدم بخالص عباره الشكر والامتنان لكل من المسؤولين الاداريين، رئيس جامعه امن، الاساتذه الباحثين، ولكل من الفاعلين الجمعويين والذي يجمع جمعية دواوير أمن حول مشروع التدبير المستقل للنفايات المنزلية، والذي يتم إنجازه من طرف الاتحاد بشراكة مع كتاب الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والجماعة الخاصة للمرأة السوسية الأمنية، عرفانا لها بدورها الفعال في مختلف المجالات العلمية والفنية الإعلامية والأدبية والسياسية والاجتماعية، ودورها الفعال في مختلف الميادين. فتحية للعدد. كلمة الشكر وامتنان للسيد رئيس اللجنة السابق على مجهوداته الجبارة من أجل المساهمة في إنجاح المشروع. نحن اليوم نجتمع كاتحاد الجمعية بلقاء تواصلي لما له من أهمية في نجاح العمل الجمعوي، لأننا كاتحاد نعمل الدار بالخير. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جمعية التنموية هذا اللقاء اللي هو لقاء تواصلي كنطلبوا من الاتحاد على اساس باش تكون واحد التوعيه بهذا المشروع، هذا المشروع ديال تدبير النفايات في المنطقه ديال الامن، باش تكون واحد المنطقه تكون في واحد البيئه سليمه، واحد البيئه
اللي هي مزيانه في المستوى، وكنتمناو باش هذا المشروع هذا يكون باش ينجح بالمساهمه ديال الجمعيات اللي حاضر معنا هنايا، اللي غادي يقوم بواحد العمليه تحسيسيه في الدوائر ديالهم باش لتحسيس الساكنه بهذا المشروع هذا، باش يكون مشروع ان شاء الله ناجح ويكون نموذج في يقتدى به في المنطقه. شكرا. السلام عليكم. محمد داعي، عضو مكتب اتحاد الجمعيات النموية الأمن ورئيس جمعية تسير بوراقلت أمن. هذا الاجتماع كيندرج في إطار التواصل اللي كنوركوا عليه بزاف، على أساس أنه نتواصلوا مع الجمعيات ديال الأمن منذ هي تحت لواء الاتحاد. هذا ثاني من نوعه منذ تأسيس منذ تجديد المكتب في العام اللي فات. والاجتماع ديال اليوم كيخص تحسيس حول الموضوع ديال تدبير النفايات المنزليه في دائره في جامعه امن. هذا المشروع هذا اللي داروا الاتحاد بشراكه مع الجامعه ديال امن ومع الوزاره المنتدبه في البيئه، وبالمشاركه وبالمساعده ديال جمعيه اساتذه علوم الحياه والارض، جمعيه وطنيه غادي تساعدنا بالخبره ديالها وبالتجربه ديالها. واليوم استدعينا واحد العدد ديال الجمعيات كيف قلت المنضويه تحت لواء امن باش نتذكروا معاهم على هذا المشروع الحيتيات ديالو، وباش يعرفوا اشنو هما لهم وما عليهم باش يندمجوا معنا باش ننجحوا هذا المشروع هذا ونوصلوا لبر الامان ان شاء الله. حسيني كاتب العام ديال اتحاد الجمعيات النموية الأمن تفراوت. حنا الآن كنتواجدو في لقاء التواصل اللي نظمو الاتحاد باش نعرفو هاد المشروع اللي حنا صدد الإنجاز ديالو، وهاد المشروع اللي كيتعلق بالتدبير المستقل للنفايات المنزلية. في جهة اللقاء في لقاء واحد العدد ديال الحلقات التحسيسية اللي كنقوموا بها مع الجمعيات المجتمع المدني في المنطقة ومع الساكنة، لأنه بدون يعني مشاركة الجمعيات والساكنة ما يمكنش أننا ننجحوا في إنجاز هذا المشروع ولا نتملكوه كمشروع بحقيقي بالدرجة الأولى. لهذا اخترنا أننا ننظم هذا اللقاء التواصل في الدار البيضاء، لأن أغلب الجمعيات كتواجد هنا في الدار البيضاء اللي هما كلهم جمعيات ديال أمن. وكنتمنى ان شاء الله ان هذا اللقاء التواصلي غادي ان شاء الله نخرجوا فيه بواحد لائحه ديال الجمعيات اللي غادي نقوموا معها شراكات باش ننجزوا ان شاء الله المشروع في الشطرتين ديالو اللي كيتعلق بجمع وفرز النفايات على مستوى وادي امن. شكرا. السلام عليكم. الى ذلك سيدي طنجه محمد، نائب ثاني رئيس جمعيه امن. نشكر المحاضره الصادقه ولينا الدعوات له وجهه اتحاد الجمعيات أمن، الله يجزيهم بخير، أنت كاين مجهود بزاف. أظن الموضوع هي قالت يعني تدبير النفايات مستقلة. إذا غير باش إن شاء الله نروحو نتسوق، ما الطريقة ما اللي كيسمك باش أسيسي يخدم ولينا تدبير النفايات؟ لأن فعلا إيكا ولينا ديك الموضوع مقول اللي قال ولينا بها، أنا تفهمت أنني دوران انتفت كحل من الزبرغه غير راس الكحل 30 الكحل، اذا خيرا انه غير خص خيرا يتقنن النظر مالي كيير لي مطرح هي اللي مالك اسمو خيرا باش دارنا يقوموا ينقي ان شاء الله الرحمن الرحيم. حسن عبسوس، الرئيس الجماعه ومن السد اللي هو المقارن قرن بالنسبه للجماعه ومن بنت الاتحاد للجمعيات الجامعة. المسألة اللي همان همل بزاف بالخصوص ولا حتى الوطن كلوت، وهي مسألة النفايات. خاصه لما كرت غير باش غنوفا قد نفكري سيس فيهم نظر قيت المشكل النفايات هو من نظر ماشي كان ممكن اساس نفكو المعضلات المشكلات مقرن اللي سولو اللي مورو فين مدنا اسفار، ولكن كاينين كانتو كاسن د الاتحاد د مدن كلو الفاعلين د مدن كلو
باش يغنوا فانا فكر الحل غسل في الحقيقه اللي غير يوم تواصلي اكيد ميغير نجمعها في الناس في المشكلات نتمنى ان شاء الله اكيد نفوز كل نتيجه يفولكين ولا انفوا كل مشكلات نسيت النهار. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.